السيدات والسادة، الحضور الكريم، تعقد منظمة العمل العربية هذه الجلسة الحوارية في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع ومن ضمنه دولنا العربية، ففي سياق الضغوط الصحية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة والجهود المتواصلة للحد من نزيف الخسائر الفادحة ومعالجة التوترات في أسواق العمل وتعزيز سبل التعايش والتكيف مع تداعيات هذه الجائحة، نتناول اليوم بالعرض والتحليل جانبا هاما من الجوانب التي تأثرت بشدة من تداعيات هذه الأزمة، وصولا لعدد من المقترحات والحلول التي تسهم في التقليل من الآثار السلبية لهذه الجائحة. وفي الوقت نفسه نحاول طرح تصورات مستقبلية لبناء سياسات اقتصادية واجتماعية تعالج أوجه القصور والضعف المؤسسي الذي كشفته الأزمة في عدد من القطاعات، استعداداً للدخول في الاقتصاد الجديد بآلياته المتطورة. وفي هذا الصدد يسعدني أن أنقل الحديث للسيد رامي مهداوي، الخبير العربي في مجال التنمية البشرية والتشغيل والمتحدث باسم وزارة العمل في فلسطين، لعرض وتقديم ورقة العمل التي أعدها حول المحور الأول بعنوان تأثيرات تداعيات جائحة كورونا على أوضاع التشغيل والبطالة وانعكاساتها على أسواق العمل العربية. فليتفضل. شكراً عزيزي، شكراً منظمة العمل العربية، شكراً معالي فايز المطيري الأمين العام لمنظمة العمل العربية، شكراً أسرة المنظمة جميعاً بكل باسمه ولقبه، شكراً لاستضافتكم لي في ظل أجواء صعبة والجميع ينعكس عليها. ورقتي ستتحدث بمختصر عن موضوع هو الموضوع العالمي، أثر فيروس كوفيد 19 على أسواق العمل العربية. ورقتي ستحتوي على المحاور التالية: الخلفية الموضوع، الأثر على قطاعات مختارة، اخترت قطاع النفط وأيضا السياحة والأسواق المالية وتحويلات العمال المغتربين، وأنتقل ثم إلى موضوع التدخلات، وهذه هو مربط الفرس، التدخلات الممكنة على مستويات سياسات سوق العمل، وهنا قسمتها إلى ثلاثة أقسام: المرحلة الأولى بداية الجائحة، والمرحلة الثانية خلال الجائحة ماء العمل، والثالثة عند نهاية الجائحة، والنقطة الرابعة التي ستحدث بها وهنا سيكون الختام: ما هي الفرص الناشئة عن الأزمة الحالية؟ ومن ثم أستعرض المراجع التي قمت بها. أدى تصاعد أعداد المصابين في فيروس كوفيد 19 في الدول العربية سريعاً للإعلان عن جملة من التدابير الوقائية الصارمة من قبل حكومات المنطقة، وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس، وأعلنت معظم الدول عن وقف لكافة أشكال التنقل الجوي والبحري، وأغلقت حدودها وحظرت التجمعات العامة وفرضت إغلاقاً شاملاً بما في ذلك المدارس والمحال التجارية، وفي حين أن بعض الدول الأخرى بدأت مؤخراً بتخفيف إجراءات وتدابير الإغلاقات والحجر، إلا أن هذه العملية بالضرورة تدريجية وتجريبية، حيث تحاول الحكومات أن توازن ما بين مصطلحين: المنافع الاقتصادية وما بين المخاطر الصحية الناجمة عن رفع القيود. وكما هو معروف لدينا، في عانت المنطقة العربية من ظروف اقتصادية صعبة حتى ما قبل انتشار جائحة كورونا، وهذه قضية مهمة. فمن ناحية أدت التذبذبات المتواصلة دوما في أسعار النفط وخصوصا ما قبل مرحلة جائحة كورونا، والاعتماد الكبير على الصادرات، إلى كبح نمو الناتج الإجمالي المحلي في دول الخليج بالتحديد الغنية بالنفط، بالرغم من الجهود
الوطنية المتنوعة من أجل إنشاء قاعدة اقتصادية. أما الدول الأخرى خارج مجلس التعاون فقد وجدت نفسها إما متورطة في النزاعات والحروب على سبيل المثال هنا في فلسطين وأيضا العراق، سوريا، اليمن، أو شهدت نزوحا للاجئين بأعداد كبيرة بشكل أثقل من بنيتها التحتية وآفاقها الاقتصادية على سبيل المثال الأردن ولبنان. كما أدى هذا التدهور في مستويات المعيشة إلى تجدد مواجهة الاحتجاجات والاضطرابات الشعبية في بعض الدول. كما هو الحال في مناطق أخرى، جائحة فيروس كورونا 19 فرضت تحديات اقتصادية إضافية للدول العربية مدفوعة بانخفاض في الطلب المحلي والخارجي وانخفاض في معدلات التجارة، تشويشات في عمليات الإنتاج وتراجع ثقة المستهلكين وتجديد الشروط والظروف المالية. وأيضا تعرضت القطاعات الأكثر تشغيلا لليد العاملة لضربات قوية أثرت بشكل رئيسي على الاقتصادات المعتمدة بشكل كبير وأساسي على السياحة والفنادق والضيافة والخدمات، وهذا ما سأتحدث عنه في هذا الجانب. ماذا أثرت جائحة كورونا أو الأثر على بعض القطاعات المختارة؟ أولى هذه القطاعات التي قمت بدراستها النفط، وهو أدت هذه الجائحة وما تبعها من إجراءات تقييد الحركة والحجر إلى تقليص غير مسبوق في النشاط الاقتصادي وانهيار في مستويات الطلب على المنتجات النفطية، مما أدى إلى ضخ مزيد من الإمدادات ضمن النظام الاقتصادي بشكل أبرز، عمل خلخلة في التوازنات. أما النتيجة فتمثلت على شكل الصدمات على الصعيد سوق الطاقة عبر التاريخ، بالتالي من استعادة أسعار النفط لمعدلاتها إلى ما حد هذه الأثناء، والكل يعلم أنها عاودت الانخفاض للأقل من 20 دولار أمريكي للبرميل في نيسان، يعني فاقد حوالي 70% من قيمته، بينما اقتربت قدرات التخزين من ساعتها القصوى. ولعل صغار منتجي النفط كانوا الأكثر ارتياحاً لتخفيض معدلات الإنتاج، ولكنهم لا يستطيعون بدورهم إعادة التوازن لسوق النفط بشكل عام، مما أدى إلى انتعاش معدلات الطلب قائمة واحتمالات بعيدة لها في هذا الجانب. ومن المتوقع أن تساعد عمليات تخفيض الإنتاج إلى تجنب أو تأجيل بلوغ مرافق التخزين لطاقاتها القصوى بشكل يضع حد لاستمرار انخفاض أسعار النفط. هنا أيضاً إن سمحت لي سأتحدث عن الأكثر تضرراً حسب وجهة نظري، قطاع السياحة. يعني تعتبر السياحة هي أحد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، حيث يحتمل أن تصل أثار الصدمة لصناعات السياحة العالمية ما بين 45 إلى 70%. نعلم بأن السياحة عندما تتضرر يتضرر أيضاً إنتاجات أخرى، تعكف العديد من الدول ومن بينها دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تبني تدابير مواجهة لدعم قطاع السياحة في بلدانها. كما يعني نجد مختلف هذه الجوانب، على سبيل المثال يعني الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصين من شأنها أن تقلل من عدد السواح الذين يزورون منطقة الشرق الأوسط، هذا على سبيل المثال. ومن المتوقع أيضا، وليس على سبيل المثال وهذا هو ما هو جاري الآن، ومن المتوقع أن يكون لمثل هذا التراجع والانخفاض في النشاط السياحي أثر كبير على العديد من الدول العربية، خصوصا تلك التي تعتمد بشكل كبير على السياحة كمصدر دخل، وبشكل محدد المغرب، تونس ولبنان ومصر. ففي مصر مثلا حيث يساهم القطاع السياحي بحوالي ما يقارب من 12 إلى 15% من الناتج الإجمالي المحلي، يقدر معهد أبحاث سياسات الغذاء الدولي أن الخسائر في عائدات السياحة ستكون مسؤولة عن ثلثي الخسائر عن الناتج الإجمالي نتيجة لهذه الأزمة. السياحة سيكون لها آثار عالية مختلفة. سريعاً أيضاً أمر على الأسواق المالية.
أدت لارتفاع الحاد في الرغبة بتجنب المخاطر عالميا وهروب رأس المال، وهذه قضية مهمة، نحو الأصول الآمنة إلى انخفاض في التدفقات المالية للمحافظ الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يقارب المليارين دولار أمريكي منذ منتصف شباط الماضي من رصد عمليات نقل أموال كبيرة خارج المنطقة على مدى الأسابيع الأخيرة، وهذه قضية مهمة في هذا الجانب. أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واجهت هي أيضا خسائر ضخمة بالرغم من أنها نجحت في التعافي لحد ما في هذا الجانب. انخفاض مؤشر الأسهم الرئيسي على سبيل المثال في دولة الإمارات العربية بنسبة 30% خلال شهر آذار، بينما هبط مؤشر سوق الأسهم المصري بنسبة 29% ليصل الجنيه إلى 9.912 مصري في 26 آذار 2020. فنجد هنا التشدد في الشروط المالية تحديدا الرئيسية من أجل استحقاقات الديون السيادية الخارجية في العام 2020 ما يقارب 35 مليار دولار أمريكي، وقد استدعى ذلك ردود فعل من البنوك المركزية التي قامت بتخفيض، وهذه قضية مهمة، نسبة الفائدة للإبقاء على إمكانية الحصول على قروض، وهذه قضية سأتحدث عنها عندما نجد في كيفية الشفاء لهذه القطاعات وبالأخص الأسأمئيز المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في كيفية الجلب. نقطة أخيرة في قضية القطاعات وهي قضية تحويلات العمال المغتربين، وهذه قضية تعاني منها أغلب الدول العربية. سيكون للتشويشات العالمية نتيجة جائحة كوفيد 19 وقعها على تحويلات العمال المغتربين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتحديد، وخصوصا بأن هذه التحويلات الواردة من أوروبا ومن دول الخليج. دعطي مثال هين سريع، في عام 2018 بلغت القيمة الإجمالية لهذه التحويلات إلى المنطقة 62 مليار دولار أمريكي، وشكلت ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة بالأعوام التي سبقتها. طيب من بين دول المنطقة الأكثر تأثرا بهذه الانخفاضات في التحويلات الناجم عن هذه الجائحة هي مصر لبنان، ولكن من المتوقع بأن تواجه دول أخرى إذا ما استمر الوضع على هذا إلى انخفاض في التحويلات. تحتل مصر المرتبة الخامسة عالميا من ناحية تلقي التحويلات من العمال المغتربين، والتي تصل 26.8 مليار دولار أمريكي في العام 2019، وما نسبته 10% من الناتج الإجمالي المحلي. بينما انخفضت قيمة التحويلات خلال الفترة ما بين كانون الثاني آذار وبمعدلاتها المعتادة إلى ما تقارب 6 مليارات دولار، إلى أن التوقعات تفيد بأن ستنخفض أيضا العديد من هذه الدول. أنا سأنتقل سريعا إلى لب الموضوع وهو التدخلات الممكنة على مستوى سياسات سوق العمل في ظل هذا الوضع. إذا اسمحوا لي أن أتحدث عن المرحلة الأولى وهي بداية الجائحة. خلال المرحلة الأولى يمكن أن تهدف التدابير الخاصة بسياسات سوق العمل يعني إلى النقاط الأولى، وهذه هي أغلب الدول العربية قامت وتقوم، وأيضا إذا ما قارنا عدد من الهيئات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل العربية وأيضا منظمة العمل الدولية أوصوا في التالي: تحسين إجراءات الصحة والسلامة المهنية في هذا الوقت بتوفير معلومات موثوقة وشاملة حول كيفية منع فيروس كوفيد 19 من الانتشار من خلال تدابير الحماية في مكان العمل، وعدم ودعم إمكانية العمل من المنزل بما ذلك في توفير معلومات حول كيفية القيام بالعمل عن بعد للشركات وتحديد أولويات التدابير الملائمة. هذه قضية مهمة،
بالتالي أنا لن يجب عدم وقف الحياة الاقتصادية، لكن أخذ الحيطة والحذر من خلال شروط الصحة والسلامة المهنية وتوفير كافة الاحتياجات والتدابير في هذا الجانب. النقطة الثانية، تحليل أثر الجائحة على القطاعات الاقتصادية وسلاسل القيمة بهدف تحديد واستهداف المشغلين والعمال الأكثر عرضة للخطر والانكشاف بأسرع وقت ممكن، بمعنى الآن يجب بشكل متوازي عمل دراسات في هذا الوقت والخروج بالتوصيات، وخصوصا بأننا الآن يعني في منتصف بداية الطريق وليس نهاية الطريق، أنا وجهة نظري، فبالتالي يجب استخلاص الدراسات السريعة في القطاعات المختلفة. النقطة الثالثة، الإبقاء على الوظائف، وهذه قضية مهمة، من خلال تغطية جزئية للرواتب من قبل الحكومات، وطبعا حدث ولا حرج، طبيعة الحكومات والواقع المالي يختلف من دولة لدولة، على سبيل المثال من خلال توظيف أدوات مشابهة للعمل فترات قصيرة، تخفيف العبء عن الشركات من حيث دفع نفقات ولو بشكل جزئي، أو تعليق جباية الرسوم على العمل وتوفير فرص وقروض بفائدة صفرية من أجل المعاشات، وهذا ما قامت به الدول، يعني على سبيل المثال التجربة الأردنية مهمة في هذا الجانب. هنا في فلسطين أيضا قمنا بدعم المشاريع الصغيرة بقدر المستطاع، قامت وزارة العمل بدعم وعمل محفظة متخصصة للمشاريع متناهية الصغر ودعم لوجستي في هذا الجانب، وأيضا وجود خيارات متعلقة برعاية الأطفال تحديدا للعمال في القطاعات ذات الصلة في بنية النظام الاقتصادي، بمعنى وجدنا بأن القطاعات بعضها البعض متشابك، وخصوصا عندما نقول بأن هناك حظر وعدم تجوال وتطالب البعض بالعمل، أين الأطفال سيذهبون؟ أنا وجهة نظري يجب دعم قطاع هذا الأساسي في هذا الجانب. أيضا توفير الحماية للعمال، يعني وهذه قضية مهمة، من خلال توسيع نطاق تأمين البطالة عن العمل أو تحويلات نقدية والتي يمكن أن تعمل استقرار اقتصادي ولو بشكل بسيط، ليشمل العمال في سوق العمل غير الرسمي، تمديد المدة المسموحة للإجازات مثلا المرضية لتجنب أي أسباب، وتحفيز الأشخاص المصابين للعودة بعد عملية الحجر إلى مكان العمل بعد شفائهم، ونتمنى الشفاء لجميع طاقاتنا وعمالنا الكادحين في كافة أرجاء الوطن العربي والعالم بالتأكيد. أيضا نستطيع تخفيف مؤقت للأنظمة المفروضة على سوق العمل، وهذه قضية مهمة، من قبل ساعات العمل المرنة، أيضا تحديد القطاع النظامي والعمل في المنزل. يجب أن الآن نعمل على عملية إعادة محورة مفهوم العمل، هل هو 8 ساعات بالمفهوم أو عملية الإنجاز داخل المنزل أو داخل المنشأة في تقسيم وجود، على سبيل المثال النظام المحدد في بعض المصانع 2 أسبوع بما يتلائم مع الصحة والسلامة المهنية في داخل المنشأة. نقطة أيضا يجب أن أتحدث عنها، وهي توفير الدعم المالي، وهذه قضية لأصحاب الأعمال أيضا، إذا ما تحدثنا ما بين سياسات حكومية وأيضا تحدثنا عن العمال وكيف يجب توفير لهم، الآن توفير الدعم المالي لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر من خلال التحويلات المالية والإعفاء الضريبي أو تعليق سداد القروض، وهذه قضية مهمة على الحكومات أن تتبنى ولو بشكل سريع للمتضررين في هذا الجانب. من المهم أيضا الانتباه أن هذه القروض استراتيجية قد تنطوي إلى مخاطر للنسبة العالية المتوقعة للتعثر عن السداد، بالتالي يجب دراسة القطاعات المختلفة. أيضا سأنتقل سريعا إلى المرحلة الثانية، وهي خلال الجائحة، وهذه قضية مهمة أيضا، يمكن أن تهدف التدابير المتعلقة بسياسات سوق العمل في هذه المرحلة اللي إحنا هلأ بنعيشها إلى النقاط التالية: الاحتفاظ وتأمين الوظائف من خلال تغطية الحكومات الآن، يعني قضية مهمة، ممكن أن نعطي جزء من
سداد الرواتب ولو بشكل بسيط، أيضا حماية الموظفين وتوسيع نطاق تأمين ضد البطالة في بعض الدول والتحويلات والمساعدات النقدية في هذا الجانب، بمساعدة أيضا المؤسسات الدولية على سبيل المثال اليو ان دي بي البنك الدولي في هذا الجانب، هناك عدد من المشاريع فيها. أيضا تطوير وتوسيع برامج التشغيل الممولة على سبيل المثال في القطاعات الرئيسية للبنية التحتية والصحية وهي التي تعمل، وتوفير الدعم المالي لأصحاب المشاريع، وهنا قبل وبعد، وهذه نقطة مهمة في جميع المراحل يجب أن تذكر، وتوسيع وإعادة تصميم خدمات تتناسب مع العمال والموظفين من أجل إعادة دمج العمال المتعافين، وهذه قضية يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار من فيروس كورونا ضمن عملية الإنتاج، بمعنى يجب علينا أن ننظر إلى العمال الذين أصابهم هذا الفيروس في كيفية إعادة إدخالهم أيضا لسوق العمل في هذا الجانب. أيضا في الدول التي تتمتع ببنية تحتية رقمية جيدة في حال وجود مثل هذه النماذج يجب أن يكون تحويل فرص التدريب لتصبح من خلال الإنترنت، وهذه قضية مهمة، العمل عن بعد أو أيضا العمل لساعات محددة. الآن سأتحدث عن رؤية استشرافية وهي عند اقتراب نهاية الجائحة، ونتمنى أن نوصل لها سريعا. في هذه المرحلة يجب أن تهدف التدابير الخاصة بسياسات سوق العمل إلى ما يلي: توسيع وتطوير أكبر الأنظمة سياسات العمل الأنشطة وأدواتها من خلال دمج العاطلين عن العمل ممن هم في سن العمل، بما في ذلك دعم الأجور، تنسيب الموظفين، مزيد من التدريب والحفاظ على الموظفين. رؤية ثانية: استغلال مدة البطالة من أجل تأهيل العمال من خلال التعليم والتدريب والحفاظ عليهم. يعني أنا بتمنى من الحكومات أن إيجاد مساقات تدريبية في هذا الوقت ضمن ما هو يحتاج سوق العمل للمتعطلين. بصدق أقول سوق العمل لن يكون كما كان بالسابق، وهذه قضية مهمة. يعني يوم أمس كنت في برنامج عن فقط في قطاع النقل وبالأخص قطاع الطيران، نجد بأن المطارات وشركات الطيران تتحدث وبوضوح بأن قبل جائحة كورونا لن تكون كما بعدها، بالتالي هناك رؤية في كيفية التعاطي بخلق فرص جديدة، بالتالي هذه الفرص الجديدة للعمل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بتدريب العاطلين عن العمل من الجائحة، وهذا أنا أعتقد في دول بدأت أخذها بعين الاعتبار. يعني من ضمن البرنامج قطر إيرويز اللي بدأت تجد في هذا الجانب، شركات كبرى في السعودية المملكة العربية السعودية بدأت التفكير في هذا الجانب، وهذا ما رأيته في عدد من المتابعات للبرامج في كيفية إعادة توفير مثل هذه التدريبات لما بعد جائحة كورونا. أيضا إمكانية إعفاء الشركات من تكاليف الموظفين، يعني دعم تكلفة الأجور، قروض معفاة من الفوائد، وهذه أتمنى أن تضع في توصيات هذا اللقاء في كيفية العمل بتعليق الرسوم عن العمل، وتوسيع وتطوير شركة تطوير أكبر بنية من أجل تأمين ضد البطالة. وأيضا هناك عدد من في كيفية توسيع إنشاء أعمال من خلال الحاضنات الريادية للعاملين والمحتمل، ودمجهم وترويج الريادية والإجراءات ذات الصلة في هذا الجانب. سأنتقل إلى النقطة الأخيرة في هذا اللقاء ضمن الوقت المتاح لي، وهي النقطة الأساسية وكما نقول هنا مربط الفرص، الفرص الناشئة عن الأزمة الحالية. أنا أعتقد بأن كل مشكلة يجب أن يكون هناك لديها فرص في هذا الجانب. إذا نظرنا إلى المستقبل فأستطيع أن أقول بأن بالإمكان الحكومات التعاون بطرق تتيح لكل دولة أن تكمل ميزات الدولة الأخرى.
يعني الآن الوطن العربي بإمكانه أن يكون هو كالبنيان المرصوص من حيث كما يقول في تعبئة كل ميزة من الدول وتعزز الصلات والروابط الإقليمية. برأيي أن التشويش والإرباك الذي أصاب الإنتاج أو العملية الإنتاجية العالمية يمنحنا الآن كعرب بالتحديد الفرصة لإعادة التفكير بما يمكن إنتاجه وأماكن إنتاجه والجهات المسؤولة عنه. بمعنى هل نستطيع في ظل المفاهيم الأساسية والعولمة التي هي بالأساس ما ضربت الآن، يقولون كورونا ضربت العولمة، الآن هل بالإمكان العودة إلى المربع العربي بالتفكير في كيفية إعادة صياغة الإنتاج ضمن الشراكة العربية؟ هذا سؤال مهم. على سبيل المثال، هل يمكن أو يمكن إنتاج كميات أكبر من ألواح الطاقة الشمسية في المنطقة، ويمكن للدول المجاورة أن تلجأ لبعضها البعض من أجل واردات الغذاء بشكل يعزز ويدعم التجارة الإقليمية، كما أن توسيع ونطاق وانتشار الإنترنت وغيرها من البنية التحتية التكنولوجية من شأنه أن يحفز النشاطات الاجتماعية والاقتصادية، وخصوصاً لنفكر على العمل بالبعد الآن. يعني الشباب العربي ينتظر خطوات من ليس فقط الحكومة القطرية كلهم في بلده، وإنما من المجمل في الوطن العربي كيف علينا أن نساعد في بعضنا البعض، وبالتحديد الآن أتحدث عن العمل بالبعد والعمل الريادي. العمل عن بعد هو توصية أساسية الآن على الشركات العربية وأيضاً الشركات العالمية التي تعمل لدينا في النطاق العربي. يجب تعزيز وتوظيف كادرها من خلال الشباب العربي بالأساس في هذا الجانب. أيضاً يمكن لبرامج إعادة تجديد الاقتصاد أن تعزز صناعة وإنتاج المعدات الطبية على سبيل المثال والصحية ومواد البناء الأساسية. برامج إعادة الإعمار يمكنها أن تبنى وترفع مستوى قدرات محطات وإعادة على سبيل المثال البنى التحتية الصحية، على سبيل المثال تكرير المياه، شبكات التوزيع وصناعات الأدوية، الآن الجميع يتحدث عن هذا الجانب. وأيضاً الرؤية الزراعية وشبكات المواصلات أفضل، والاستثمار في أماكن الصيد وتربية الأسماك وتطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الشمسية. هذه أعتقد أفضل القطاعات في المرحلة القادمة، وحتى تكون عمليات إعادة هيكلة هذه القطاعات مجدية وقابلة للتحقيق تحتاج الحكومات إلى دعم المواطنين لها والجمهور وموافقتها عليهم. ولعل أولى هذه الخطوات نحو تحقيقها تكمن في توفير تحويلات نقدية للمجموعات الأكثر تهميشاً وانكشافاً، وذلك لتجنب كوارث إنسانية وضمان الصحة والأمن والسلامة. بالتالي يجب كما ذكرت في النقطة الأولى دراسة هذه القطاعات الأكثر تهميشاً وإعادة صياغتها وكيفية توجيهها بما تحتاج الدولة أو الدول المجاورة. يجب أن يكون التركيز واضحاً على المهارات، وخاصة وهنا أنحاز إلى النساء والشباب، وأنحاز أيضاً بكل قوة للأكثر تضرراً وهم الأشخاص ذوي الإعاقة في وطننا العربي. وبالتالي يجب الآن، وهي دعوة إلى منظمة العالم العربية، النظر إلى هذه الشرائح الأكثر تضرراً، وللأسف هم من النساء والمناطق الجغرافية المهمشة حسب كل بلد، والشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة. في كيفية طرح برامج، وهنا أربطها مع التدريب المهني والتقني باحتياجات ما بعد كورونا في هذا الجانب، وأن تقوم الحكومة بتوفير دعم كامل، يعني حقيبة مليئة بدعم المنشآت والشركات الجديدة. بالرغم، وهنا أختتم، من أن الآثار المدمرة لجائحة كورونا للدول عالية ومختلفة من خلال الإنتاج المحلي، إلا أني مؤمن بالأمل بأننا يجب أن نخلق فرص عمل
ونرفع مستويات الدخل بطرق من شأنها أن تعزز كل المصالح الوطنية والاستقرار الإقليمي لدى القادة العرب، فرصة لاختيار علاقة تقوم على تحقيق الفائدة للجميع دون خسارة لأي أطراف، وأن يحولوا الضعف البنيوي في فرص العمل إلى عملية انتعاش مستدامة، وذلك بما فيه المصلحة العامة. أنا جاهز في الإجابة للاستفسارات، لكن كل ما ذكرته هو جاء ضمن المراجع المختصة من منظمة الـ ILO والـ UNDP واليونسكو ومنظمة العمل العربية وأيضاً الـ GIZ. الورقة ستكون متاحة على منصة منظمة العمل العربية بعد أسبوع من الآن، بعد أخذ ردود أفعالكم والاستفسارات وتغذيتها بعد الإجابة. أشكركم وأشكر حسن استماعكم. شكراً للسيد رامي مهداوي على هذا العرض التحليلي لتأثيرات تداعيات جائحة كورونا على عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في المنطقة العربية، خاصة قطاعات النفط والسياحة والأسواق المالية وتحويلات العمال المغتربين، والتي شهدت كلها انخفاضات في الإيرادات أثرت على اقتصادات الدول المعنية بشكل ملحوظ. وشكراً للسيد رامي الذي قسم تصوراته عن الأزمة إلى ثلاث مراحل: بداية الأزمة، بداية الجائحة، وخلال الجائحة، وعند نهاية الجائحة. ففي المرحلة الأولى وهي بداية الجائحة، يرى السيد رامي مهداوي إن التدابير الخاصة بسياسات أسواق العمل في هذا المجال ممكن نلخصها في الآتي، وهي تحسين إجراءات الصحة والسلامة المهنية، الإبقاء على الوظائف من خلال تغطية جزئية للرواتب من قبل الحكومات، توفير ائتمان العمال من خلال توسيع نطاق تأمين البطالة، تخفيف مؤقت للأنظمة المفروضة على سوق العمل من قبيل ساعات العمل ويكون فيها قدر من المرونة، وتحديدا في القطاع النظامي والعمل من المنزل، توفير الدعم المالي الذي اتخذته عدد كبير من دولنا العربية التي اتخذت حزم سياسات كثيرة للدعم المالي خاصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وفي المرحلة الثانية يرى السيد رامي إن التدابير المتعلقة بسياسات سوق العمل تتلخص في الآتي: الاحتفاظ بتأمين الوظائف من خلال التغطية الحكومية، وهو نفس الحل الأول، وحماية الموظفين وتوسيع نطاق التأمين، وتطوير وتوسيع برامج التشغيل الممولة حكوميا، خاصة التي تعني بالبنية الرئيسية التحتية، توفير الدعم المالي أيضا، توسيع وإعادة تصميم خدمات تنسيب العمال والموظفين من أجل إعادة دمج العمال المتعافين من فيروس كورونا. وفي المرحلة الأخيرة يرى السيد رامي أن التدابير الخاصة بسياسات أسواق العمل تتلخص في توسيع وتطوير أكبر لأنظمة سياسات سوق العمل النشطة وأدواتها من أجل إعادة دمج العاطلين عن العمل ممن هم في سن العمل، واستغلال مدة البطالة من أجل تأهيل العمال من خلال التعليم والتدريب عن بعد، والتعزيز المتتالي للقطاعات المستقبلية من خلال إعادة تخصيص الموارد التي تستهدفها بشكل محدد. ويرى كذلك أن دعم وإنشاء الرياديين والعاطلين عن العمل أو المحتملين ودمجهم وتضمين ترويج الريادة في الأجزاء ذات الصلة من التعليم المهني والتعليم العالي وسيلة للخروج من هذه الأزمة. كما يرى أن التأسيس لمناعة وسمو أسواق العمل بشكل محدد في وجه هذه الجائحة، يرى أنها تولي اهتماماً كبيراً لمخاطر الأمراض المعدية في قضايا الصحة والسلامة المهنية ضمن التعليم والتدريب المهني والتوجيه، وأن زيادة مستوى تضمين توجهات العمل عن بعد في متطلبات التوظيف للتقليل من خطر العدوى. شكراً للسيد رامي